إذن موالاة بين التحفظ والوضوء، وموالاة بين أفعال الوضوء، وموالاة بين الوضوء والصلاة، كم؟ ثلاثة. تجب هذه الموالاة. إذن قال الناظم: دخول وقتها لدائم الحدث، ثم الموالاة لينجو من خبث، أي أن دائم الحدث يشترط في حقه أولا الموالاة، ثانيا أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت، ويشترط شرط ثالث في حق دائم الحدث لم يذكره المصنف وكذلك الناظم لم يذكره، وهو أن يقدم الاستنجاء على الوضوء. تقديم الاستنجاء على الوضوء شرط في حق دائم الحدث، ولا يشترط في حق السليم. بمعنى آخر، الإنسان السليم يمكن أنه يبول مثلا ثم يتوضأ ثم يستنجي من البول، يمكن هذا، بشرط طبعا يستنجي من البول بشرط أنه لا ينقض وضوءه، كأن يلبس مثلا قفازين أو نحو ذلك. هذا يجوز في حق من؟ يجوز في حق السليم. أما دائم الحدث فلا بد أن يستنجي قبل أن يتوضأ، ولذلك نقول إن دائم الحدث يزيد على السليم بثلاث شروط: الشرط الأول تقديم الاستنجاء، الشرط الثاني دخول الوقت، السليم يجوز له أن يتوضأ قبل أن يدخل الوقت، أما دائم الحدث فلا. الشرط الثالث الموالاة، فالسليم لا تجب في حقه الموالاة، أما دائم الحدث تجب في حقه الموالاة. واضح؟ واضح. إذن كم عندنا شروط تزيد لدائم الحدث؟ ثلاثة شروط. ثم نقول من باب الفائدة بارك الله فيكم: الموالاة عند الشافعية ما حكمها؟ ما حكم الموالاة للشخص السليم عند الشافعية؟ مستحبة. هذا هو القول الجديد المعتمد والقول القديم للشافعي، إن الموالاة واجبة، وهو مذهب مالك وأحمد. واضح؟ ثم نقول إن الشافعية الذين يقولون إن الموالاة مستحبة يقولون أيضا إن الموالاة قد تجب أحيانا. متى تجب الموالاة؟ قالوا قد تجب الموالاة ويكون وجوبها شرطا، وقد تجب الموالاة ولا يكون وجوبها شرطا. انظر على كلام جميل، قالوا قد تجب الموالاة ويكون وجوبها شرط، وقد تجب الموالاة ولا يكون وجوبها شرط. متى يكون وجوبها شرط؟ قالوا يكون وجوبها شرط في حق دائم الحدث. واضح؟ متى يكون وجوبها غير شرط؟ قالوا يكون وجوبها غير شرط في حق من ضاق عليه وقت الصلاة، لم يبقى إلا وقت يسير يكفي لوضوء وصلاة فقط، فحينئذ يجب عليه أن يواري في أفعال الوضوء حتى يصلي في الوقت، لكنه ليس شرطا، بمعنى أنه إذا لم يواري وتراخى وصلى بعد أن خرج الوقت فالوضوء صحيح، لكنه يأثم على إخراج الصلاة عن وقتها. فهمنا بارك الله فيكم؟ أرجو أن يكون الأمر كذلك. إذا انتهينا من شروط الوضوء فإننا ننتقل إلى سنن الوضوء، صح؟ صح أو لا؟ لا، غير صحيح. بسم الله. لسه بدأنا إيش من استراحة؟ ما في استراحة اليوم، للساعة 11:30 تستريح إن شاء الله. إذا انتهينا بارك الله فيكم، إذا انتهينا من شروط الوضوء فإننا سنتكلم عن أقسام الماء، صح ولا؟ قلت لكم بعد أن ننتهي من شروط الوضوء سنتكلم على أقسام الماء. فالماء بارك الله فيكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، هذا عند جمهور الفقهاء، عند الحنابلة، عند الشافعية، عند الحنفية. واضح؟ المالكية يقسمون الماء إلى قسمين: طهور ونجس فقط.
لكن الجمهور يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. ماء طهور، ما معنى ماء طهور؟ طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما معنى ماء طاهر؟ طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. ماء نجس أي ماء متنجس. هذا الماء الطهور يمكن أن نعرفه فنقول هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم. ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم، يمكن أن تقيده بقيد منفك، تقول هذا ماء بئر، تقول هذا ماء نهر، هذا يسمى قيدا منفكا. لكن ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم، واضح، هذا هو الماء الطهور. أما إذا كان القيد مثل أن تقول مثلا ماء ورد، فهذا ليس ماء طهورا. تمام. إذن الماء الطهور ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قد يكون هذا الماء الطهور غير مكروه، وبالتالي من باب أولى ليس حراما، وقد يكون هذا الماء مكروها، وقد يكون هذا الماء حراما. كم هذه؟ شكرا الله لك. أيوة كيد، جزاك الله خير. تمام. كم هذه الأقسام؟ ثلاثة أقسام. الماء غير المكروه هو ما ضبطه الفقهاء بقولهم كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته ولم يكن مشمسا ولم يكن مغصوبا ولم يكن مسروقا ولم يكن مسبلا للشرب، هذا يدخل في القسم الأول، ماء طهور غير مكروه. القسم الثاني ماء طهور مكروه، وهو كما تعلمون الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ الماء المشمس هو الماء الذي وضع في إناء معدن، وضع في إناء معدن وعرض للشمس، وضع في إناء معدن وعرض للشمس بعدة شروط. الشرط الأول أن يكون موضوعا في إناء معدن. الشرط الثاني ألا يكون الإناء ذهبا ولا فضة. الشرط الثالث أن يكون في شدة الحر. الشرط الرابع أن يكون في بلد حار. كم هذه شروط؟ أربع شروط. إذن الشرط الأول أن يكون في إناء معدن. الشرط الثاني أن يكون غير ذهب ولا فضة. الشرط الثالث أن يكون في شدة الحر. الشرط الرابع أن يكون في بلد حار. فلو كان في إناء بلاستيك أو في إناء زجاج أو في إناء خشب أو في إناء طين فإنه لا يكون مكروها، ولو كان في إناء ذهب أو فضة وهما معدنان لا يكون مكروها، ولو كان في غير شدة الحر كأن وضع في وقت بعد العصر مثلا أو بعد طلوع الشمس مباشرة في الساعة السابعة صباحا لم يشتد الحر ليس مكروها، ولو كان في شدة الحر لكن في بلد بارد، الغالب أنه بارد ومرت عليه بعض أيام السنة والحر شديد، أيضا لا يكون مكروها. إذن هذه كم شروط؟ أربع شروط للكراهة. ثم قال لك الفقهاء وإذا تقرر ذلك فإن الكراهة إنما تكون إذا استعمل في البدن، إذا استعمل في البدن يعني في الوضوء أو في الغسل. أما إذا استعمل في الثوب مثلا كأن غسلت به ثوبك على سبيل المثال فلا كراهة. إذن تستطيع أن تقول إن الشروط كم؟ خمسة: أن يكون في إناء معدن غير ذهب ولا فضة، في شدة الحر، في بلد حار، وأن يكون الاستعمال في البدن. هذه خمسة شروط. ثم إن النووي رحمه الله تعالى اختار عدم الكراهة مطلقا، وإلى ذلك أشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: مشمس على الأصح يكره، على الأصح يكره، هذا هو المعتمد. إن يكو ذا في الحر أي شدته
واختار لا يكره في روضته. واختار من فاعل؟ اختار النووي. واختار لا يكره في روضته، هذا إذا كان الماء مشمسا هذا حكمه وهذه شروطه. القسم الثالث الماء الحرام، طهور حرام كالماء المغصوب، الماء المسروق، الماء المسبل للشرب. إذا شخص سبل هذه البئر للشرب فيحرم الوضوء بمائها لأنها موقوفة للشرب، إذن هذا ماء طهور لكنه حرام. هذا القسم الأول انتهينا منه. القسم الثاني من أقسام المياه، بارك الله فيكم، ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ينقسم إلى قسمين: ماء خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا ولا يستغني، عفوا، ويستغني الماء عنه. ماء خالطه، إذن هذا قيد، شيء من الطاهرات قيد ثاني، فغيره تغيرا كثيرا قيد ثالث، يستغني الماء عنه قيد الرابع. كم هذه قيود؟ أربع قيود. ماء خالطه، ما معنى خالطه؟ عندنا التغير، قد يكون التغير بمخالط وقد يكون التغير بمجاور. ما الفرق بينهما؟ المخالط ما يمكن، ما لا يمكن فصله عن الماء، لا يمكن فصله عن الماء. هذا العصير الذي أمامكم هذا عبارة عن شاي، صح؟ إيش هذا يا فرشتي؟ عبارة عن شاي وماء، صح؟ هل يمكن فصل الماء؟ لا يمكن فصل الماء، هذا مخالط، ما لا يمكن فصله هذا يكون مخالطا، واضح؟ هذا غير الماء ولا يمكن فصله، هذا مخالط، وما يمكن فصله هذا مجاور. يعني على سبيل المثال أحيانا يوجد هذا عود الذي يبخر به له رائحة، ماذا يسمى الشيخ محمد؟ كهروه هكذا؟ نعم، هذا العود لو وضعته في ماء ثم بعد ذلك أخذت هذا العود فإن الماء تتغير رائحته، صح؟ ويتغير طعمه. هذا التغير الذي حصل في الماء هل حصل بمخالط أو حصل بمجاور؟ حصل بمجاور، لا يؤثر، حتى وإن تغير تغيرا كثيرا في طعمه أو لونه أو رائحته لا يؤثر، لأن هذا التغير حصل بمجاور، والمجاور ما يمكن فصله. إذن لما قال لك هنا ماء خالطه تفهم أن الماء الذي تغير بمجاور ما حكمه؟ الماء الذي تغير بمجاور ما حكمه؟ طهور. الماء الذي تغير بمخالط طاهر غير مطهر. فهمنا الفرق؟ فهمنا؟ هذا القيد الأول. القيد الثاني ماء خالطه شيء من الطاهرات. طيب لو خالطه شيء من النجاسات، فيه تفصيل سيأتي. قال فغيره تغيرا كثيرا، تفهم من هذا أنه لو خالط الماء شيء من الطاهرات فغيره تغيرا يسيرا بحيث أنه لا زال يسمى ماء فإنه يبقى ماء طهورا، واضح؟ لأن هذا التغير يسير لا يسلب الماء اسم الماء المطلق. قال لك هنا ويستغني الماء عنه، ما معنى ويستغني الماء عنه؟ أي يمكن أن تصون الماء عن هذا الشيء. أما لو تغير الماء بما لا يمكن أن يصان عنه، كأن تغير الماء على سبيل المثال بأشياء، لو تغير الماء بما لا يمكن صونه عنه مثلا بالطحالب هذه التي تكون في أعلى الماء،
أو تغير الماء بما يجري فيه، بما يعني أحيانا عندما يكون الماء يجري في المزارع، يجري في قنوات هكذا ويكون في بركة وما شابه ذلك، قد يوجد فيها بعض الطين، بعض الإسمنت، بعض النورة، بعض الجص، لو تغير الماء بذلك هذا لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأن هذا لا يمكن أن يصان الماء عنه. وقد مر معكم في درس أمس بعد العشاء أن ما يشق الاحتراز عنه فهو معفو عنه. ولذلك نقول إذا تغير الماء بما يشق الاحتراز عنه، أو تغير الماء بالطحالب، أو تغير الماء بطول المكث، فإنه يبقى ماء طهورا. إذن هذا القسم الأول من أقسام الماء الطاهر غير المطهر. القسم الثاني بارك الله فيكم، الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل مستعمل في ماذا؟ مستعمل في ماذا؟ في واجب. أيوة، في ماذا يعني؟ في 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 غسل، في وضوء فقط، في استنجاء. ها؟ إما أن يستعمل في رفع حدث أو إزالة خبث، صح؟ إما أن يستعمل في رفع حدث أو في إزالة خبث. انتبه معي، أرجو أن تنتبه، لأن هذه المسائل عندما ستقرأها في الكتب ستجد كلام الفقهاء يعني يذكرون شرطا هنا، بعد سبعة أسطر يذكرون شرطا ثاني، ثم يفرعون على الشرط الأول. هنا سيترتب لك الكلام وتقرأه بعد ذلك بترتيب في كلام الفقهاء، ستفهم أكثر. الماء المستعمل إما أن يستعمل في رفع حدث، هذا القسم الأول، وإما أن يستعمل في إزالة قبث. إذا استعمل في رفع حدث يعني استعمل في وضوء واجب، أو استعمل في غسل واجب، يكون ماء طاهرا غير مطهر، طبعا بشروط. الشرط الأول كما قلت لكم أن يستعمل في طهارة واجبة. أما لو استعمل في طهارة مستحبة، مثلا اغتسل للجمعة، الماء الذي تساقط منه ما حكمه؟ ها؟ اغتسل للجمعة، الماء الذي تساقط منه هل هو ماء طهور أو طاهر غير مطهر؟ طهور، لأنه استعمل في طهارة مستحبة. لو توضأ وضوءا مسنونا، الماء الذي تساقط منه طهور، لأنه استعمل في طهارة مستحبة، واضح؟ لكن لو اغتسل من الجنابة أو توضأ عن حدث، فإن الماء الذي استعمل في ذلك طاهر غير مطهر. فهمنا هذا؟ إذن الشرط الأول أن يستعمل في طهارة واجبة. الشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون الماء قليلا، أي دون قلتين. فإن كان الماء قليلا أي دون قلتين فإنه يكون طاهرا غير مطهر. أما لو اغتسل مثلا غسلا واجبا في ماء كثير قلتين فصاعدا، تمام، فإن هذا الماء طهور. نفترض على سبيل المثال أن هنا بركة، هذه البركة فيها ماء مقداره 3 قلال، فدخل فيها الجنب ونوى رفع حدث الجنابة، إذن هذا اغتسل غسلا واجبا في ماء كثير، هل هذا الماء الكثير طاهر غير مطهر أو طهور؟ طهور. لماذا طهور؟ لأنه اختل شرط، ليكون طاهرا غير مطهر لابد أن يكون الماء قليلا. فهمنا الشرط الثاني؟ طيب الشرط الثالث، حتى يكون الماء مستعملا أي طاهرا غير مطهر لابد أن يكون غير منفصل عن العضو. فإذا كان الماء لم ينفصل عن العضو، يعني لا زال الماء في العضو، أنت عندما تتوضأ تضع الماء هنا ثم هكذا يسيل الماء إلى هنا، ما دام الماء يسيل على العضو هذا طهور، لكن لو انفصل الماء عن العضو هذا طاهر غير مطهر مستعمل. إذن كم هذه شروط؟ 3 شروط. هنالك شرط الرابع اسمه نية الاغتراف، لكن لا أطيل الكلام حوله، يكفي هذا.
تمام. إذن الماء المستعمل في رفع حدث يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر بكم شروط؟ بثلاثة: إذا كانت الطهارة واجبة، إذا كان الماء قليلا، إذا كان غير منفصل عن العضو. يكفي هذا؟ يكفي هذا. أن يكون منفصل، عفوا، أن يكون منفصلا عن العضو، نعم. أما إذا لم ينفصل عن العضو فهو طهور، تمام. طيب، أن يكون في طهارة واجبة. أسألكم سؤال: عندنا صبي عمره 10 سنوات، لم يبلغ، عمره 10 سنوات، توضأ ليصلي الظهر، توضأ ليصلي الظهر، ولما توضأ ليصلي الظهر جمع الماء الذي تساقط منه، واضح؟ الماء الذي تساقط من هذا الصبي ماء طاهر غير مطهر أو ماء طهور؟ طهور. ماء طهور أو طاهر غير مطهر؟ طاهر غير مطهر أو طهور؟ قال بعضكم طهور، وقال، فهمتم المسألة أو لم تفهموا؟ أيوة، قال بعضكم طاهر غير مطهر، وقال بعضكم طهور. الذي قال طهور يقول لأن هذا الصبي لم يبلغ، وبالتالي صلاته غير واجبة، صح؟ وإذا كانت صلاته غير واجبة إذن هذا الماء طهور. الذي يقول طاهر غير مطهر يقول هذا الصبي لم يبلغ، صلاته غير واجبة، لكن الوضوء واجب، صح؟ الوضوء واجب. هل يجوز لهذا الصبي بارك الله فيكم أن يصلي دون أن يتوضأ؟ لا يجوز له، لا يجوز أن يمكن من ذلك، واضح؟ إذن لا نقول الوضوء واجب عليه، وإنما نقول إن الوضوء لصلاة الظهر الأصل أنه واجب، أي من شأنه أن يتوضأ، وإن لم يكن هو مكلفا بالوضوء، لأن من شروط الصلاة أنها لا تصح إلا بوضوء، وبالتالي نقول إن هذا الماء طاهر غير مطهر، لأن الصلاة لا بد لها من وضوء. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة. هذا إذا كان الماء مستعملا في رفع الحدث. هنالك شرط رابع كما قلت لكم، نية الاغتراف، أنا لا أذكره الآن، فقط مثلا لمن يسمع أو ينظر حتى تكتمل عنده القسمة. إذا أردتم أن أشرحه أنا مستعد أن أشرحه. طيب، هنا إذا استعمل الماء في إزالة الخبث أيضا 4 شروط. إذا استعمل الماء في إزالة الخبث حتى يكون ماء طاهرا غير مطهر لابد من كم شروط؟ 4 شروط. الشرط الأول: أن يكون الماء واردا على النجاسة، أن يكون الماء واردا، الماء يصب على النجاسة، وليست النجاسة واردة على الماء. الشرط الثاني: أن يطهر المحل. الشرط الثالث: ألا يزيد وزن الماء. الشرط الرابع: ألا يتغير. كم شروط هذه؟ 4. الشرط الأول: أن يكون الماء واردا على النجاسة. انتبه، هذا ثوب نجس، فماذا صنعت؟ أتيت بماء، طبعا ماء قليل دون قلتين، فصببته على النجاسة، تمام؟ صببته على النجاسة هكذا، صببته على النجاسة، سقط الماء هنا، هذا الماء الذي سقط ماذا يسمى؟ غسالة. هذه الغسالة ما حكمها؟ نقول إذا كان الماء واردا، هذا الشرط الأول، إذا كان الماء واردا، والشرط الثاني طهر المحل، طهر المحل يعني زالت النجاسة. الشرط الثالث: وزن الماء لم يزد. الشرط الرابع: الماء لم يتغير. إذا تحققت الشروط الأربعة فإن هذا الماء طاهر غير مطهر،
لأنه استعمل في إزالة النجاسة. طيب إذا كانت النجاسة وردت على الماء، يعني هذا ماء أخذت الثوب الذي به نجاسة وضعته في الماء، ماذا يحصل للماء؟ يتنجس الماء. قد يقول قائل من أين أتى الفقهاء بهذا التفصيل؟ عندما كنت في الدورة في جاوة الشرقية سأل بعض الإخوة من أين أتى الفقهاء بهذا التفصيل واردا على النجاسة، النجاسة واردة على الماء، أتوا به من الأدلة. أي دليل؟ بال أعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء، بذنوب من ماء كما في الرواية، فصب عليه. هذا الذنوب ماء قليل، فلما صب ماء قليل على النجاسة، أي أن الماء ورد على النجاسة، كان مطهرا، صح؟ إذن هذا فيه دليل على أن الماء الوارد على النجاسة يطهرها، هذا الجزء الأول. أما إذا كانت النجاسة واردة على الماء فإنها تنجس الماء. دليل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا اليد المشكوك في طهارتها المحتمل نجاستها كانت إذا وردت على هذا الماء فإنها سوف تؤثر فيه التنجس. إذن هذا فيه إشارة على أن النجاسة إذا وردت على الماء تنجسه، وعلى أن الماء إذا ورد على النجاسة يطهرها. إذن نقول إذا وردت النجاسة على الماء فإن هذا الماء نجس، إذا لم يطهر المحل هذا الماء الذي تساقط الذي انفصل أيضا نجس، إذا زاد وزنه أيضا هذا الماء نجس. فإن هذا الماء أيضا نجس. الشرط الرابع والأخير ألا يتغير، فإذا تغير فإن هذا الماء نجس. إذن هذه شروط الماء المستعمل إما في رفع حدث أو في إزالة نجس. آخر قسم من أقسام المياه أن يكون الماء، القسم الثالث أن يكون الماء نجسا. الماء النجس هذا أو الماء المتنجس ينقسم إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. ماء قليل وماء كثير، القليل دون القلتين، الكثير قلتين فصاعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وإذا كان الماء دون قلتين فإنه ينجس بملاقات النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، واضح؟ ومقدار القلتين 200 لتر تقريبا، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وقدرها بعض العلماء 196 لتر، وقدرها بعض العلماء 216 لتر. طبعا هنا الماء القليل ينقص، قلنا ينقص الماء القليل بمجرد ملاقات النجاسة، إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها كما لا يدركه الطرف، أو ميتة ما لا نفس له سائلة، أو منفذ الطير مثلا، أو الفار إذا وقع في الماء فإن هذه النجاسات معفو عنها ولا تنجس الماء إذا وقعت فيه. نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من شروط الوضوء. يا أين أستاذ نور؟ متى الاستراحة أستاذ نور؟ في العاشرة؟ يمكن في العاشرة والربع. طيب، قال الناظم حفظه الله تعالى: سنن الوضوء. قال سنن الوضوء: وسنن الوضوء أن تستاك، وسمي واستنشق ومضمض فاك. ذكر الناظم تبعا للأصل بعض سنن الوضوء وليس كلها، فإن سنن الوضوء كثيرة تزيد على 50 سنة.
لكن ذكر البعض باعتبار أن هذا الكتاب من المختصرات فقال وسنن الوضوء أن تستاك، أي أن تستعمل السواك. والسواك له أحكام كثيرة تتعلق به، حتى أن بعض العلماء أفرد أحكام السواك بتأليف مستقل سماه تحفة النساك في أحكام وآداب السواك. فالسواك مسنون في كل الأوقات، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ويتأكد استحبابه عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند القيام من النوم وعند اصفرار الأسنان. واضح؟ يكون استحبابه متأكدا. قال فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة أيضا قالوا ويكره السواك بعد الزوال للصائم، سواء كان صومه فرضا أو كان صومه نفلا. واختار النووي رحمه الله تعالى عدم الكراهة، وأشار صاحب الزبد إلى اختيار النووي في قوله أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. فقال هنا وسنن الوضوء أن تستاك وسمي، قوله وسنن الوضوء أن تستاك وسمي ظاهر النظم تبعا للأصل أن السواك مقدم على التسمية، وهذا ما اعتمده الرملي وجرى عليه صاحب الزبد. وبالتالي أول سنة من سنن الوضوء السواك، يعني تبدأ أولا تستعمل السواك، وبعد أن تستعمل السواك تقول بسم الله تغسل الكفين، فالسواك أول سنة. هذا ما جرى عليه صاحب الزبد واعتمده الرملي. صاحب الزبد يقول في باب سنن الوضوء قال والسنن السواك ثم بسملة، أتى بثم، ثم تفيد ماذا؟ أيوة الترتيب والتراخي. والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل أن تدخل، هكذا قال. لكن الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله أن السواك يكون بعد البسملة وغسل الكفين وقبل المضمضة، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم تغسل الكفين ثم تستعمل السواك ثم تتمضمض. واضح؟ قال وسنن الوضوء أن تستاك وسمي واستنشق. سمي أي قل بسم الله، والأكمل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن فاتتك التسمية في أول الوضوء وتذكرت في أثنائها فيستحب لك أن تسمي في أثناء الوضوء. قال وسمي واستنشق. الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف حتى لو لم تجذبه إلى الخياشيم، لكن الأكمل أنك ترفعه إلى الخياشيم. والمضمضة إدخال الماء إلى الفم حتى لو لم تحركه، لكن الأفضل أنك تحركه وأن تمجه بعد ذلك. قال وسم واستنشق ومضمض فاك. ومن هنا تعلم أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، وهما كذلك سنتان في الغسل، سنتان في الوضوء وسنتان أيضا في الغسل. وقال بعض العلماء إن المضمضة والاستنشاق واجبتان. ومن الشافعية أبو ثور، قال أبو ثور من تلاميذ من؟ من تلاميذ الإمام الشافعي وممن روى عنه المذهب القديم. قال أبو ثور إن الاستنشاق واجب دون المضمضة، الاستنشاق واجب أما المضمضة فلا تجب. لماذا؟ لأن الأحاديث التي وردت في طلب الاستنشاق أكثر وأصح. واضح؟ الأحاديث التي وردت في طلب الاستنشاق أكثر وأصح مما ورد في طلب المضمضة. واضح؟ بالتالي بارك الله فيكم فقهاء الشافعية يقولون كلاما جميلا في هذا المكان، يقولون الاستنشاق أفضل من المضمضة. لماذا الاستنشاق أفضل من المضمضة؟ لماذا الاستنشاق أفضل من المضمضة؟ لأن الأدلة التي وردت في الحث على الاستنشاق أصح وأكثر، ولأن من يقول بوجوب الاستنشاق أكثر ممن يقول بوجوب المضمضة. قالوا إذن
الاستنشاق أفضل من المضمضة. كلام جميل جدا. ثم قالوا ومحل المضمضة أفضل من محل الاستنشاق، لأن محل المضمضة محل ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وإلى آخر، فقالوا الاستنشاق أفضل من المضمضة ومحل المضمضة أفضل من محل الاستنشاق. فهمنا هذا مما يذكر كذا لتلطيف الجو وإزالة الكسل والفتور، وإلا هذا ليس من متين العلم، من ملح العلم، يعني هكذا يذكر. قال وسنن الوضوء أن تستاك وسمي واستنشق ومضمض. فاك، فاك مفعول به منصوب صح، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا. والفم حيث الميم منه، ما معنى بانا؟ انفصل، يعني بدون ميم، لأنه إذا كان بالميم فم يعرب بالحركات الظاهرة صح، لكن إذا كان الميم مفصولا فإنه يعرب إعراب الأسماء الخمسة. ارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، ذو بمعنى صاحب، والفم حيث الميم منه بانا، إلى آخر ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. قال هنا وسنن الوضوء أن تستاك وسمي واستنشق ومضمض فاك وامسح جميع الرأس. أي يستحب لك أن تمسح جميع الرأس؟ يستحب لك أن تمسح جميع الرأس لسببين. السبب الأول لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستوعب رأسه بالمسح كما في الصحيحين. السبب الثاني خروجا من خلاف العلماء، لأن الإمام مالك والإمام أحمد يرون وجوب مسح جميع الرأس، فأنت إذا مسحت بعضه عند هذين الإمامين لا يصح وضوءك، والخروج من الخلاف مستحب كما سيأتي معنا في القواعد الفقهية. قال وامسح جميع الرأس والأذنين وثلثا، أي يستحب التثليث، يستحب التثليث في الأعضاء المغسولة وفي الأعضاء الممسوحة. في الأعضاء المغسولة في الوجه، في اليدين، في القدمين، كذلك في السنن، في المضمضة والاستنشاق، في غسل الكفين. في الأعضاء الممسوحة كالرأس يستحب أيضا التثليث في مسح الرأس، وهو من مفردات المذهب الشافعي. واضح؟ طيب، إذا كان الشخص يلبس الخفين هل يستحب له أن يثلث في المسح على الخفين؟ ها؟ هل يستحب التثليث في المسح على الخفين أو لا يستحب؟ لا يستحب، بل يكره. مر معنى هذا. وإذا كان الشخص يلبس العمامة أو عليه جبيرة هل يستحب أن يثلث في مسح العمامة؟ وهل يستحب أن يثلث في مسح الجبيرة؟ حصل خلاف. ابن حجر قال لا يستحب، الرملي قال يستحب. إذن تستطيع أن تقول إن الممسوحات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يستحب فيه التثليث، ما لا يستحب فيه التثليث، ما حصل فيه خلاف. ما يستحب فيه التثليث كمسح الرأس ومسح الأذنين يستحب فيه التثليث، ما لا يستحب فيه التثليث كالتيمم، مسحات التيمم لا يستحب فيها التثليث بل يكره، كذلك المسح على الخفين يكره فيه التكرار. واضح؟ ما حصل فيه خلاف؟ الجبيرة والعمامة. كم صارت القسمة؟ ثلاثية. أحسنتم. قال وامسح جميع الرأس والأذنين وثلثا وغسل الكفين، أي اغسل الكفين، لحديث حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. قال إطالة الغرة والتحجير. الغرة تكون في الوجه، ومعنى إطالتها أنه يغسل جزءا من الرأس وجزءا من العنق ليتم استيعاب الوجه، والتحجيل يكون في الأطراف بمعنى
أنه يزيد على المقدار الواجب في غسل اليدين وفي غسل الرجلين طلبا للثواب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ثم قال: إطالة الغرة والتحجيل تعهد الإصبع بالتخليل، أي تخلل بين الأصابع. قال الفقهاء: التخليل بين أصابع اليدين يكون بالتشبيك، هكذا يكون التشبيك. ها، قالوا: ليختلف تشبيك العبادة عن تشبيك العادة. والتخليل في أصابع الرجل يكون ببنصر أو بخنصر اليسرى، تبدأ من أصابع الرجل اليمنى إلى أن تختم باليسرى. إطالة الغرة والتحجيل تعهد الإصبع بالتخليل تيامن، أي يستحب أن تقدم اليمين على اليسار في الوضوء، هذا إذا كان العضو له يمين ويسار. أما إذا كان العضو واحدا كالوجه مثلا فإنه لا يستحب التيامن. تيامن ثم موالاة تلي. وتقدم بارك الله فيكم أن الموالاة مستحبة عند فقهائنا الشافعية، لكنها قد تكون واجبة، إما واجبة مع الشرطية كما في دائم الحدث، وإما واجبة بغير شرطية كما في حق من ضاق عليه وقت الصلاة. تيامن ثم موالاة تلي. ومعنى الموالاة أنه يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول مع اعتدال الهواء والمزاج. قال: تيامن ثم موالاة تلي، والذكر في ختم الوضوء للعلي، أي يذكر الله سبحانه وتعالى بعد الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك ليس الآن كفارت مجلس، فقط دعاء وضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دعاء وضوء ليس كفارة مجلس، لازلنا في الدرس. نعم، أنا خفت أني أقوله يظن البعض أنه كفارة مجلس يقوم من الدرس. لا، تمام، انتبه. هل أنا تركت بيتا أو شيء؟ ذكرت هذا تعهد، لكن كأن الناظم لم يذكر شيئا ذكره المصنف، أظن هذا صح. من عنده؟ كأن الناظم فاته شيء لم يذكره المصنف في هذا الموضع، وهذا مما ينبغي أن ينبه الناظم عليه. أين نحن في السنن؟ قال هنا، أيوة نعم، السواك، تسمية، غسل كفين، مضمضة، استنشاق، تثليث. عفوا، إذن هذا استوعبه جيد. قال رحمه الله تعالى: مكروهات الوضوء. مكروهات الوضوء، ما معنى المكروه؟ ما هو المكروه بارك الله فيكم؟ المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. هذا تعريفه بالحد، وتعريفه من حيث الثمرة: المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. ثم اعلم بارك الله فيك مسألة مهمة، أن المكروه يطلق على عدة إطلاقات. المكروه له عدة إطلاقات، له كم إطلاقات؟ 4 إطلاقات. يطلق المكروه على الحرام، وهذا كان مشهورا في كلام المتقدمين، يقولون يكره كذا بمعنى أنه يحرم، وعبر به أيضا بعض المتأخرين. فمثلا بعض فقهاء الشافعية يقولون: تكره الصلاة في أوقات النهي، تكره الصلاة في أوقات النهي، يقصدون كراهة تحريمية لا تنزيهية. إذن المكروه قد يطلق على الحرام، هذا الإطلاق الأول. قد يطلق المكروه على الكراهة التنزيهية، وهذا هو الأصل الشائع، أن المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. مثلا نقول: يكره التنفس في الإناء لأنه ورد فيه نهي خاص، يكره الاستنجاء باليمين
لأنه ورد فيه نهي خاص. إذن ما ورد فيه نهي خاص أيضا يسمى مكروها. إطلاق ثالث: قد يطلق المكروه على شيء لم يرد فيه نهي خاص لكنه ترك لسنة مؤكدة، ترك لسنة مؤكدة مع أنه لم يرد نهي. يعني مثال ذلك، يقول الفقهاء يكره ترك الاغتسال للجمعة، هل ورد نهي عن ترك الاغتسال يوم الجمعة؟ ورد نهي، لم يرد نهي. طب لماذا قال الفقهاء يكره ترك الاغتسال للجمعة؟ لأنه مطلوب بشدة، أي لأنه سنة مؤكدة، فالسنة المؤكدة تركها مكروه، واضح؟ تركها مكروه. وقد يطلق المكروه على ما كان خلاف الأولى، أي لم يرد فيه نهي خاص فهو خلاف الأولى. إذن كم صارت عندنا إطلاقات الآن؟ 4: قد يطلق المكروه على الحرام، قد يطلق المكروه على ما ورد فيه نهي خاص، قد يطلق المكروه على ترك السنة المؤكدة مع أنه لم يرد فيها نهي، قد يطلق المكروه أيضا على خلاف الأولى. صارت الإطلاقات المكروه 4. ننظر هنا في كلام الناظم ماذا سيقول. قال: مكروهات الوضوء، يكره في الوضوء ترك سنته، يكره في الوضوء ترك سنته. إذن أطلق المكروه على أي معنى من المعاني؟ على ترك السنة. إذن المكروه في الوضوء يشمل ما ورد فيه نهي خاص ويشمل ما كان فيه تركا لسنة مؤكدة مع أنه لم يرد فيه نهي خاص، تمام؟ قال: يكره في الوضوء ترك سنته. مثلا يكره، قال الفقهاء كما عبر المصنف فيما أذكر وغيره، قالوا يكره ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء. هل ورد نهي إذا توضأت فلا تترك المضمضة والاستنشاق؟ ورد نهي هكذا؟ لا، لم يرد. كل الذي ورد أوامر: إذا توضأت فمضمض، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أوامر. ومع ذلك قال الفقهاء يكره ترك المضمضة والاستنشاق. قال: يكره في الوضوء ترك سنته، وعن ثلاث زادها في غسلته، أي ويكره في الوضوء الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث يقينا. أما إذا شك هل غسل ثلاثا أو مرتين ماذا يفعل؟ يجعلها كم؟ يجعلها مرتين بناء على اليقين، ويزيد غسلة مع احتمال أنها الرابعة، لكن هذه الزيادة لا تكره لأنها مشكوك فيها وليست يقينا. فقال: وعن ثلاث زادها في غسلته، وضوءه من كل ماء راكد، أي يكره أن يتوضأ من الماء الراكد وهو الماء الذي لا يجري، يكره أن يتوضأ من الماء الراكد بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون هذا الماء الراكد غير مستبحر. أما إذا كان هذا الماء الراكد مستبحرا، يعني كأن يكون مثلا في بركة كبيرة أو مسبح كبير، واضح؟ فهذا لا يكره الوضوء فيه لأنه مستبحر. قال: وضوءه من كل ماء راكد، وفي الإناء من فضل أنثى زائد، أي يكره أن يتوضأ من فضل أنثى. ما معنى من فضل أنثى؟ انتبه معي. مذهب الحنابلة إذا كان هنا ماء في الإناء، فجاءت امرأة بالغة ليست صغيرة، جاءت امرأة بالغة محدثة ليست تتوضأ للتجديد، جاءت امرأة بالغة محدثة فكانت تتوضأ من هذا الماء، تفعل هكذا تغسل اليدين، تفعل هكذا تمسح الرأس وتغسل القدمين، ثم بقي ماء هنا، عند الحنابلة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء، لا يجوز. واضح وغير واضح؟ عند الحنابلة لا يجوز للرجل
أن يتوضأ بهذا الماء بشروط: أن تكون هذه المرأة بالغة، الشرط الثاني أن تتوضأ عن حدث، الشرط الثالث أنها تخلو بالماء. ما معنى تخلو بالماء؟ يعني تستتر بحيث لا يراها أحد. واضح؟ الذين يحبون مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. تمام. إذن بهذه الشروط الثلاثة قالوا لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ماء المرأة. لا تقول هذا ماء مستعمل، ليس مستعمل، ليس هذا الماء الذي انفصل من أعضائها، لا، هذا الماء طهور ليس مستعملا. مع ذلك قالوا لا يجوز للرجل، للرجل فقط. أما لو جاءت امرأة أخرى تريد أن تتوضأ بهذا الماء يجوز لها ذلك، لكن للرجل لا يجوز. فهمنا؟ هذا مذهب من؟ الحنابلة. فقهاؤنا الشافعية يراعون الخلاف فقالوا نحن لا نقول لا يجوز كما قالت الحنابلة، لكن مراعاة لخلافهم نقول يكره الوضوء به، من باب أن الخروج من الخلاف مستحب. فهمنا أو لا؟ ولذلك قال لك وفي الإناء من فضل أنثى زائد، أي من ماء زاد بوضوء أنثى بالغة من حدث إن استترت به. أما إذا لم تستتر، كأن توضأت مثلا أمام زوجها أو أمام محارمها، قالوا حتى لو رآها صبي مميز يكفي. ما أدري هذا، يعني هم عندهم طبعا دليل، دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة، نهى عن الوضوء بفضل المرأة. فقهاء الشافعية قالوا بفضل المرأة أي بالماء الذي تساقط منها، بالماء المستعمل، وهم حملوه على ما ذكرته لكم. ثم قال رحمه الله تعالى وضوءه من كل ماء راكد وفي الإناء من فضل أنثى زائد، واجتنب الإسراف عند الصب، أي لا تسرف بالماء حتى وإن كان الماء كثيرا، حتى وإن كنت في النهر لا تسرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لا تسرف، قال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. ولذلك بارك الله فيكم، حتى وإن كان الماء كثيرا، حتى وإن كان الماء كثيرا الإسراف مكروه. تمام. ولذلك قال صاحب الزبد مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، حتى ولو اغترفت من بحر كبير يكره أن تسرف بالماء. وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أن الإنسان مهما توفرت عنده الموارد، حتى لو كان عنده مال كثير وطعام كثير وشراب كثير، فإنه ينهى عن الإسراف، ينهى عن الإسراف حتى وإن كثرت الموارد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف، قال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، حتى لو كان نهر لا تسرف. في الجنة هل ينتهي النعيم؟ ينتهي النعيم أو لا ينتهي؟ لا ينتهي، أكلها دائم وظلها، الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، نعيم مقيم. مع ذلك الله عز وجل يقول قوارير من فضة إيش؟ قدروها تقديرا، مقدرة، كل واحد يشرب بقدر لذته. حتى في الجنة كل واحد مقدر، هذا كأسه مقدر وهذا مقدر وهذا مقدر. إذا كان هذا في الجنة والنعيم لا ينتهي ولا يفنى بل نعيم مقيم، ففي الدنيا من باب أولى بارك الله فيك أنك تتعلم الاقتصاد ولا تسرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان في إسناده ضعف ما عال من اقتصد، أي لا يفتقر الشخص الذي يقتصد، يقتصد في ماله، يقتصد في طعامه، يقتصد في شرابه، يقتصد في لباسه، يقتصد في كل حياته، ما عال من اقتصد بارك الله فيكم. ولذلك أحيانا نحن نسرف ولا نشعر بأنفسنا. وقد قال العلماء مثلا في الطعام، قالوا يكره للإنسان أن يأكل زيادة على حد الشبع، يكره للإنسان أن يأكل زيادة على حد الشبع
إذا كان الطعام من ماله أو كان طعامه أو كان الطعام من مال غيره وأذن له يكره. فإن كان الطعام طعام غيرك ولم يأذن لك إيش بيكون؟ يحرم. واضح أو لا؟ لا يقول بعضهم يقول فرصة أن هذا ليس طعامي طعام غيري آكل أكثر من حد الشبع. إذا أكلت من طعام غيرك زيادة على حد الشبع ولم تعلم إذنه هذا يحرم. إذا كان من مالك أو من مال غيرك وعلمت إذنه ورضاه يكره. إذن أنت تدور بين أو أنت وأنا وكلنا ندور بين ماذا وماذا؟ بين الكراهة والتحريم. هذا إذا كان زيادة على حد الشبع. أما إذا كان في حد الشبع فهذا مباح، تمام؟ والأصل أنه يكون دون حد الشبع. على كل حال هذه مسائل أيضا يذكرها الفقهاء في باب الوليمة، عندما يتكلمون على أحكام الوليمة يتكلمون على هذه المسائل. قال واجتنب الإسراف عند الصب للنهي عنه من رسول ربي. ثم قال رحمه الله تعالى نواقض الوضوء. نعطيكم استراحة لكن ليس نصف ساعة، 15 دقيقة فقط. بعد 15 دقيقة نعود إلى الدرس، تمام؟ الآن كم؟ كم الآن؟ 8 دقائق، يعني نعطيكم بالزائد إلى 25 دقيقة، إلى 10 و25 دقيقة، تمام؟ إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.